منذ بداية الحرب في غزة وإسرائيل تعلن مرارا وتكرارا أن هدفها هو القضاء على حماس وإنهاء وجودها في القطاع، كما أن هناك هدفا معلنا لإسرائيل وهو أو مثلما هناك هدف غير معلن لإسرائيل، هناك هدف آخر بحسب المراقبين والمحليين هو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، تحديدا من غزة والضفة الغربية إلى مصر والأردن. وعلى الرغم من المواقف المتكررة في الأردن ومصر رفضا لهذه السياسة، وآخرها موقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي قال على العالم أن يندد بأي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرا، إلا أن إسرائيل لم تتوقف عن محاولاتها، ولعل آخرها إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من قطاع غزة. هذه الخطوة كما يؤكد خبراء عسكريون ظاهرها منع أي هجمات مستقبلية على إسرائيل، لكن باطنها دفع الغزيين إلى أقصى الجنوب نحو رفح وزيادة الضغط على مصر لتصبح أمام الأمر الواقع. من القاهرة العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. أهلا بك دكتور. هل عمليا إسرائيل تستعيد عن مسلسل أو خطة التهجير الكبير من غزة إلى مصر بمسلسل حشرهم أو خطة حشرهم في مناطق على الحدود مع مصر؟ مساء الخير أستاذ محمد، وتحياتي ليك وللسادة المتابعين جميعا. أعتقد أن الإجابة نعم، يعني ربما إسرائيل في خضم هذه التفاصيل الكثيرة والعديدة التي استغرقتها هذه المدة الطويلة من خلال الأهداف الواقعية التي تحاول أن تعلن عنها طوال الوقت حول القضاء على حماس واقتلاعها من حكم قطاع غزة والقضاء عليها بشكل نهائي، القضاء على قدراتها العملياتية والعسكرية، عدم تحقيق إسرائيل لهذه الأهداف المعلنة التي خاطبت بها الحكومة الإسرائيلية الداخل الإسرائيلي، ربما إلى محاولة البحث أو الالتفاف على هذه الأهداف بالتعامل مع هذا النوع من الأهداف، الضغط على السكان بهذه الطريقة كما أشرت حضرتك كنوع من أنواع حشرهم في مساحة جغرافية تجعل الأمر ليس تهجيرا قسريا، ربما تحاول أن تجعله طوعيا بأن لا يجد الشعب الفلسطيني أو سكان مدن غزة مفر إلا بالالتجاء إلى معبر رفح أو الالتجاء إلى الأراضي المصرية. هذه أمور شديدة الخطورة وبالغة، أعتقد أن الدولة المصرية ردت عليها ومنتبهة بشكل كبير جدا لما يجري وما يحدث في تفاصيل هذه العملية العسكرية، وتحاول أن تحشد الرأي العام الدولي كي يقتنع بهذه الرؤى المصرية بأن أهداف الجيش الإسرائيلي هي أهداف غير واقعية فعليا على الأرض ولن تتمكن من تحقيقها، وأن الأمر لن يخلف سوى مزيد من الدمار على مستوى البنية التحتية السكانية ومزيد من الضحايا، مزيد من الدمار على مستوى الأبنية والبنية الصحية والمساكن والقرى والخدمات. العميد خالد، أنا يعني اجتهدت في المقدمة وربما هيك تخيلت بأنه إذا لم يهجروا بالقصف والقتل سيهجرون بخلق غزة غير قابلة للعيش، وإلا ما الذي يفسر قصف يعني حتى المخابز؟ يعني حتى المخابز تقصف، إذن لن يتركوا لغزة أي يعني أمل لأن يكون هذا القطاع قابلاً للعيش، فبالتالي يفكرون في الهجرة. يعني أتفق مع طرح حضرتك 100%، هذا طرح منطقي وواقعي تماماً، وهو تحليل يرصد مجمل ما يجري في قطاع غزة طوال شهرين كاملين. نحن على مسافة 48 ساعة ويكتمل 60 يوم كامل من عمر هذه الحرب المجنونة. مسألة تدمير الحياة داخل قطاع غزة هو أمر بالفعل ممنهج بشكل كبير، بل واستعاد نفس هذا النوع من الأهديسة مع الجولة الثانية التي تلت عمليات الهدنة، أيضا دخول على المستشفيات خان يونس، دخول على المخيمات،
التي هي بالأساس أوضاعها المعيشية صعبة وصعبة للغاية، دخول على المخابز، المدارس، ملاجئ الأونروا، المخازن التي يتم فيها تخزين مواد الإعاشة، هي محاولة لخلق واقع لا يقبل العيش فيه بالنسبة لأي إنسان وليس لسكان القطاع وحدهم. وبالتالي تلقي بتبع 2.3 مليون نسمة إلى دول الجوار، إلى دول أوروبية، كما أشارت من قبل أن على الدول أن تتقدم، ومن تريد أن تستضيف الفلسطينيين فلتستضيفهم. هذه هي رؤية هذه الحكومة. لم تحقق على الأرض بعض من الأهداف أو الصور الانتصار التي يمكن أن تسوقها في الداخل الإسرائيلي وتبرر هذا الحجم الهائل من الدمار، وتبرر حجم الإنفاق غير المسبوق الذي أنفقته طوال 60 يوم من عمر هذه العمليات. لذلك هي تحاول أن تخلق واقعا جديدا كي تعود إلى الداخل العميد خالد، وتقول لهم أننا مزقنا. العميد خالد، أنا أريد أن أسأل الآن، يعني هو سؤال واحد لكن فيه شقان، الأمني السياسي والإنساني. مصر واضح موقفها كما الأردن، ترفض أي خطة لتهجير أي فلسطيني حتى واحد إلى مصر لأنه تفهم الخطة. ولكن في الوقت نفسه كيف لنا أن نتخيل هؤلاء الغزيين، ما ذنبهم أن يحشروا في هذه المنطقة في ظل وجود حلول لهم؟ الغزيون بأنفسهم قالوا نفضل الموت على الهجرة، على التهجير، كي لا تكون هجرة، لأنه الهجرة يعني من تلقائية، ولكن على التهجير، وقالوا نموت في غزة ولا نهجر. لكن في المقابل كي لا يمرر المخطط أيضا لا يمكن تصور أهل القطاع في محشورين بلا 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 أي مساعدات إنسانية ومواد غذائية وأفق سياسي لهم. يعني فعلا هذه الرؤية ليست غائبة بالكلية عن صانع القرار المصري وعن الدولة المصرية، وأكد أؤكد ذلك من القاهرة. هي تدرك تماما بأن مجرد الرفض السياسي والرفض الأمني والتعاطي مع المجتمع الدولي واستجلاب التصريحات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الجانب الأوروبي حول أن هذه القضية تمس جوهر القضية الفلسطينية، ليس بعدها إنساني وحده، ولكن تنفيذ هذا الأمر أو إجهاض هذا المخطط لابد أن يمر عبر البعد الإنساني لهذه القضية. وهذه هي الإشكالية التي تحاول إسرائيل الالتفاف حولها، وهذا أيضا سببا رئيسيا في تواجد وزير الخارجية المصري، حتى أنه قد سبق نظيريه السعودي والأردني إلى واشنطن، وفتح بالفعل الآن ونحن نتحدث على الهواء حوارات معمقة مع أعضاء الكونغرس الأمريكي ومع المسؤولين الأمريكيين حول هذه النقطة الأخيرة التي تذكرها حضرتك بالتحديد، حول عمليات دخول الوقود والأغذية وترميم البنية الصحية. مصر جاهزة كي تقدم كل الخدمات الصحية للجانب الفلسطيني أو لمواطنين فلسطينيين بأي أعداد ممكنة، لكنها بالمطلق لا تريد أن تستغل إسرائيل هذه الحرب من أجل ألا يكون هناك قضية فلسطينية بعدما تقوم بتمزيق قطاع غزة أو مدنه أو قرى. لذلك تتحرك مصر، وهذا الأمر واجب بالفعل أن تتحرك على 3 أو 4 مسارات مختلفة، كما نجحت في إرساء عمليات الهدنة المتتبعة، هي أيضا تقوم بعمليات ضغط وتستثمر كل علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية كي تغير هذا النمط من التأييد للجانب الإسرائيلي، وكي تمنع السماح الأمريكي الذي يراوغ هو الآخر. الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها ضد عمليات التهجير بالمطلق وضد استهداف المدنيين، لكن هذا الأمر لم يتوقف رغم هذه التصريحات الأمريكية الرسمية المعلنة. لذلك كما أشرنا ستتمكن مصر خلال الساعات والأيام القادمة من صياغة موقف دولي يساعد في عمليات إنفاذ قرارات مؤتمر القمة العربي، مؤتمر القمة الإسلامي، ألا يلتف أحد حول الشعب الفلسطيني، وأن تكون إحدى نتاجات هذه الحرب أو هذه الجولة من جولات الصراع ألا يجد المواطن الفلسطيني مدينة أو قرية أو سكنا يعيش فيه.
من القاهرة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا لك.